السلام عليكم. يوجد في تيك توك ميزة التحديات عبر البث المباشر، بحيث يتفاعل شخصين أو مؤثرين مع بعضهم، وبدعم الجمهور من يكسب يحكم على الآخر بحكم، وبطبيعة الحال الطرف الآخر ينفذ ذلك الحكم. يعني يبدو أمر ممتع، ولكن يصبح الأمر مختلف عندما نصل للمستنقع. مستنقع. بدأ هذا النوع من التحديات يظهر بكثرة الفترة الأخيرة، ولم يعد الأمر ممتع بل أصبح مهين ومقرف. فطلب أحد الكرام منكم أن أتحدث عن هذه الظاهرة، فلما لا، هيا ننظر لها من زاوية مختلفة. أول سؤال سألته، يعني لماذا يهينون أنفسهم؟ وكانت الإجابة بسبب الأرباح والأموال التي يحصلون عليها من تطبيق تيك توك. فقلت من المؤكد أنهم يكسبون الكثير من المال مقابل هذه الإهانة التي يفعلونها لأنفسهم ولغيرهم، بيضحوا يعني. تخيل، نعم، الأرباح لديهم في خانة الآلاف وعشرات الآلاف من الدولارات شهريا. يوجد مواقع كثيرة تقوم بعمل حساب تقديري لأرباحهم، ولما تصفحت إحداها كانت النتائج صادمة يا صديقي. المؤثر هناك يربح وفق مجموعة أمور، أهمها وأكثرها ربحا هو الربح من البث المباشر وبدعم المتابعين له بالنقاط، لذلك يقومون بالتحديات. وكلما زادت غرابة تحدياتهم وزادت إهانتهم لأنفسهم ازداد التفاعل، وبالتالي ازدادت أرباحهم. بتحس أنه هذا شغل مافيا، يعني مش ترفيه. مستنقع التيك توك العربي لو قسمناه لفئات، ستجد في المرتبة الأولى فئة التافهين، الفئة التي تذل نفسها بالمعنى الحرفي لأجل التفاعل، فتجدها طوال البث تصرخ وتستجدي الناس من أجل التفاعل، من جمل ضغط على الشاشة أو كبس على الشاشة إلى آخره، ويكون وجهه على الأغلب مغطى بالطحين أو القهوة وغيرها من الأمور التي كانت من أحكام سابقة، وخذ عندك صراخ وشتائم وسب وجو سام جدا، لدرجة أن في أحد الأحكام التي مرت علي أثناء التحضير لهذه الحلقة، شخص يطلب من آخر القيام بأعمال مخلة بالأخلاق كحكم، والغريب أن ذلك الشخص قام بها، والأغرب أن الذي أطلق الحكم شخص عمره 15 سنة، والذي طبقه شخص عمره فوق 40. عندما حللت تلك الفئة وجدتهم الأقل ربحا من التطبيق، والأقل محبة من الجمهور، والأكثر عنفا في تحدياتهم وأفعالهم وأقوالهم، فإلى تلك الفئة أقول اتقوا الله. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. يعني لا يجوز المسلم أن يحقر أو يحقر من أخاه المسلم تحت أي مسمى، وإذا فعل فهو آثم، وكل ما يفعلونه بتحدياتهم هو تحقير لبعضهم البعض. والمزعج أن أطفالنا تشاهدهم ويتكون في لا وعيهم حب إذلال وإحقار الغير. الفئة التالية شيوخ التحديات، الفئة التي تستخدم الدين كوسيلة لكسب المال في تحدياتهم هناك. كذلك الشخص الملتحي الذي يدعي أنه شيخ على تطبيق تيك توك، حتى إذا بدأت التحديات والأحكام تخجل منه من تصرفاته وأفعاله. والغريب أنه لا يكتفي بالتحديات فقط وبمظهره الملتحي، بل تجده يفتي في أي شيء بدون علم إذا سئل في البث عن أي مسألة دينية، ويصدقه من يتابعه من الأطفال هناك. هل يجوز تشغيل القرآن أثناء النوم؟ يعني أنا نايم وشغلت القرآن تركته، إيه بصير أخي المبارك؟ هل يصير تشغيل القرآن والمرأة عم بتغسل وعم تطبخ وعم تجلي؟ إيه بصير. هذه عينة منهم فتوى في مسألة بها نص قرآني واضح كما استمعت، يعني أي عالم دين يا رجل؟ لدرجة أن أحد الأطفال يسأل ويقول لم أعد أعرف من أصدق منهم. أما تشغل القرآن وانت نايم، أو تشغل القرآن وانت تسولف، تشغل القرآن وانت لاهي بعملك، لا ما يصلح هذا أبدا. الأصل إذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، هذا هو الأصل. رسالة لهؤلاء الفئة من شيوخ التحديات، أيها الطيب، أنا لا أحكم عليك ولا على قلبك، الحياة صعبة، ربما بثوث التيك توك تجلب لك المال والشهرة وهذه من متع الحياة، ولكن أرجوك توقف عن تصنع دور عالم الدين لكسب المال، لأنك تظلم الكثير معك، أو على الأقل لا تتكلم في شيء أنت لست على علم كفاية به، لأن من يتابعك أصبح لا يعرف من يصدق، أصبح لا يستطيع التمييز بينك وبين عالم الدين الحقيقي. الفئة الثالثة التي أعتبرها الأكثر خطرا على فكر أطفالنا في مستنقع التيك توك، فئة أشباه الرجال. نعم، الفئة التي تصبغ شعرها أخضر وأصفر وأحمر وتتمايع في تصرفاتها وقد أخفت من مظاهرها كل معالم الرجولة. أعتقد فاهم. أصبحت تراهم بكثرة هناك، بل ولهم معجبين كثر من أطفالنا ويقتدون بهم ويدعمونهم في التحديات. جرب الآن أن تذهب لأحدهم في التعليقات في صفحتي على تيك توك واكتب له تعليق محترم جدا ينكر عليه ما يفعل. ستجد العشرات من الأطفال يدافعون عنه ويتصدون لك، أقل شيء ستسمعه ما دخلك به،
هو حر ومن مثل هذه الردود. يعني بمعنى آخر ذلك الطفل الذي لم يعد يميز بين العالم الحقيقي وشيخ التحديات لم يعد يميز أيضا بين المنكر وغيره بل ويدافع عنه. وحبيبك المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. رسالة لهؤلاء الفئة: أنتم ما تفعلونه منكر ولستم كيوت كما تتخيلون بل أنكم مقرفين، وما تفعلونه محرم في كل الأديان التي أنزلها الله عز وجل. أنصحكم أن تشاهدوا هذه الحلقة. ثم نأتي للفئة الأخيرة التي يسميها الفئة اللطيفة حتى لو كانت من المستنقع، فئة الإمعة. الشخص الذي فجأة أصبح مشهور وإذا سألت كيف شهرت أو لماذا شهرت يكون جوابه سخيف، مثلا يقول ضربتني أمي أثناء البث المباشر وانتشر المقطع وأصبحت مشهور. المشكلة في هذه الفئة أن تأثيرهم مرتفع جدا في من يتابعهم لأنهم محبوبين وعليه فإنهم شبه قدوة، وفي نفس الوقت هم لا يمتلكون مقومات القدوة. تأثيرهم هذا جعل كل ما يفعلونه من تصرفات وأفعال يقلد مباشرة ممن يتابعهم. يعني على سبيل المثال أحد الأشخاص من تلك الفئة قام بعمل إعلان، وهذا أمر طبيعي لدى كل المؤثرين، ولكنه أعلن لشركة لم يتحقق من مصداقيتها، ولتأثيره تبعه آلاف المتابعين وقاموا بالاستثمار في هذه الشركة وخسروا أموالهم، والنتيجة كانت أن ذلك المشهور فجأة تم حبسه. الفكرة أن تلك الفئة تعتبر خطيرة جدا حتى لو كانت لطيفة ومحبوبة، لأنها بشكل أو بآخر تجعل ذلك الطفل ضائع القدوة وتسرق من وقت المتابع الكثير من الساعات، فهو محبوب ومشاهدته محببة. رسالة إلى تلك الفئة: محتواكم ممتع وشخصيتكم ربما وتحدياتكم ليس بها إهانة لنفسكم ومن يتابعكم، ولكن اعلموا أنكم أصبحتم قدوة شئتم أم أبيتم، فاحرصوا على أفعالكم وتصرفاتكم لأنكم إن لم تفعلوا ربما تتعرضون لنفس مصير ذلك المؤثر. أيها الأحبة، تعمدت أن نطرح هذا الموضوع في مجلسنا المتواضع في هذه الجمعة، وأنا كلي أمل أن نغير هذا الواقع ابتداء من أنفسنا ووصولا إلى من نحن رعاة عليهم من أبنائنا وبناتنا وإخواننا الصغار، وذلك بتعليمهم والحرص على ما يشاهدون حتى لا يصلوا لفكر ذلك الطفل الموجود في المستنقع. ويوجد طرق تساعدكم في ذلك من نفس التطبيق نفسه، مثل ميزة الاقتران العائلي الموجودة به، بحيث هذه الميزة تتيح للأهل أن يراقبوا المحتوى الذي يشاهده طفلهم أو عدد الساعات التي يقضيها على التطبيق، بل ويقيد المحتوى الذي يعرض له. ولكن حتى لو وضعت التطبيق بهذه الخاصية، وفق خبراء يظل الطفل معرضا لأن يشاهد مقطع جنسي أو به عنف يظهر في العام لديه. فالأفضل والله أعلم أن تبعد من هذا التطبيق وما به من تحديات، لأنك أصبحت تعلم أن به مستنقع. أيها الأحبة، الفكرة ليست بالفعل نفسه، يعني أن تهين نفسك أو غيرها من الأفعال التي تحدثنا عليها في فئات مستنقع تيك توك، بل بتأثير الفعل على الناس ممن يشاهدونهم. يعني منطقيا أن تجد شخص يتنازل عن مبادئه ويهين نفسه لأجل المال، يبدو منطقيا، المال فتنة وضعاف النفوس كثر، ولكن تأثير هذا التنازل هو الأخطر على من يشاهدهم. أقل شيء سيخرج لك طفل المستنقع الذي تحدثنا عن شخصيته. نقطة ضبط سريعة: مناقشتنا لتلك الفئات المستنقعة التيك توك ربما يزعج البعض الآن، أو يزعج من يتابع أحد تلك الفئات ويقول ما دخلك بهم، هم حرين بأفعاله. إذا كنت يا صديقي تعتقد أن كل شخص حر بفعله مهما كان، وأنك الآن منزعج من كلامي، فهذا والله أعلم أخطر من الحلقة نفسها، ويجب أن تراجع نفسك. في النهاية شاركني برأيك في مكان التعليقات، وإذا أعجبك المقطع لا تنسى الإعجاب به، ودمتم في أمان الله.